الأسبوع الماضي حالتين. أي. تواصلوا معي أختين يتبرعون للوقف، حصل خطأ أثناء التحويل. الخطأ هذا أفادني بحاجة جديدة، يعني أنا من خلال الهواء أقول لهم الله يكتب أجرهم، يرفع قدرهم، يعلن نزلهم. حثونا على العمل بمثل ما عملوا، وأنا أحث الناس أن يعملون بمثل ما عملوا. هذول الأختين طبعا كل واحدة حالة لحالة منفردة يعني. حصل عندهم خطأ في التحويل في يوم من الأيام، ورسولنا خطاب أن حصل تحويل مبلغ معين ما كنا نبغى نحوله، كنا نبغى نحول مبلغ فلان، إحنا نتأكد ونتصل عليهم نشوف كم كان يبغون يحولون، إذا في شيء نعدل يعني. فقلت لها أنت يعني اسمها كل يوم يجي في البنك يعني، يعني جينا في إحنا طبعا نصلح مراجعة بنكية يومية للتبرعات وكذا. فقالت أنا أتبرع كل يوم في الصباح والمساء. الله أكبر. عشان يتحقق فيني إني أتبرع ليلا ونهارا سرا وجهارا. الله الله. سمعت أبو عبد الله؟ ما خسيتك. فتقول أنا أحول هذا المبلغ البسيط عشان ينطبق عليه ولا للوقف. الآية. الآية. الذين الأخت الثانية. سرا. لا تخلي قراهتك. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عاد الثانية اتصلت عليها برضو كذا وتواصلت معها، فقلت لها أنت تبرعتي وكذا، قالت نعم أنا أتبرع كل يوم عشان ينطبق علي قليل دائم خير من كثير منقطع. يتبرع مبلغ قليل مستمر كل يوم. هذا حساب جمعياتنا، يمكن تحول جمعيات أخرى أنا ما أدري، واحد اسمها هند والثاني والله ظهر اسمها مها، يعني من باب وحنا في الهواء نشكرهم على مثل هذا العمل اللي حثونا فيه، وإن شاء الله أن يعظم أجرهم.